الحرفه ديالي هي حمال، كنخرج الحواله وكل عام كندير هذه الخدمه هذه، كنعاون بها شويه طرفه الخبز وصافي. وعلى حساب مره 50 درهم مره 70 درهم حتى ل 150 درهم في النهار، والحمد لله الله يجعل البركه. اي حاجه كتحرك فيها وكتعرق فيها كتحس براسك كدير ايفور زوين وكتاخذ فلوس، وحال ما كان راه كترتاح فيهم حيت شحال شويه. ضروري كنلقاو مشاكل مع الناس اللي كيكونوا بحال هكذا دابا اللي غيحملوا مثلا، ولا هاد الناس اللي اصحاب الهوندات اللي عندهم الحواله حتى هما، ضروري شويه ديال الهضره، شويه ديال الدفع، شويه ديال كذا، صافي هادشي اللي كاين. هاد الحرفه بدينا دابا هي فهمتي، كل عام تنجيو تندبروا على راسنا فهاد الرحبه هادي فهمتي، تنتعاونوا مع مالين الدار، واخا ناخذوها شي حاجه الفاخر تبان كذا، المهم تعاون مالين الدار بشي شويه المصروف والساعه. هي تلقى شويه صعوبات مع الدراري وكذا وهذا، ولكن شادير كل شيء تيبغي يخدم على راسو. تنزل الحواله، تنشارجي اللوندا، تريبورتور، تنبيع كوردا، كل شيء. تتلقى فهمتي دابا تلقى دابا حولي تتلقى عليه ست ديال الدراري، كلشي باغي يهز، كلشي باغي يخدم. المهم شويه وصافي، المهم راه تندير فاني وصافي. كروسه كنعاونوا الناس في هاد العواشر هادي، كنرزقوا الله، كنعاونوا مالين الدار، مره عطريه، مره فاخر، مره هادي، راه هادي هي الحياه الخدمه. خويا خدامين الكروسه، خويا تندبروا على راسنا من العيد للعيد، تدخل لنا في النار خويا 3000 4000 كاع في النار، تلقاو مشاكل مع هادو اللي في الباب، تيقولك جوج دراهم عاد تخرج، جوج دراهم تايا ما مصورهاش، تيقولك جوج دراهم عاد تخرج. رساله بغينا نخدموا خويا، راه ضايعين في هاد المجتمع هذا، وحق الله اش ضايعين، وحق الله خويا. بالنسبه للعيد كيفاش تتمشي الحرفه ديال التروبورتورات عاديه، تتخدم مع الوجوه بحال وجهك فهمتي، حتى ياخذ الانسان الحولي تيعيط لك، تديه ليه ب 20 درهم 30 درهم، كل واحد ووجهه، تدي ليه داك الحولي ديالو تيعطيك النصيب ديالك. وكذلك كاع الاخوان راه هادي هي الطريقه باش يخدموا، ضروري يكون المشكل، ما كاينش شي حرفه ما فيهاش المشكل. بحال كاين الاخوان بعض المرات تيشارجيو اكثر من القانون ديال التروبورتور يعني، والزحام وهادي والسيركيلاسيون وهادي، تبدا يتقب في الطريق ولا كذا، اش تيقولوا الناس هادو صحاب تروبورتور عشوائيين وتيديروا الفوضى، ولكن راه كاين الناس اللي بوليداتها وباغا تخدم على روحها، يعني ما عندهمش مشكل. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.